السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من خارج الصندوق، البرنامج الذي نناقش فيه الوضع السياسي في الجزائر، وطبعا مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون، والتي قد أتفق معكم على أن نسميه تبون في نسخته الثانية، تنطلق بملامح يبدو أنها تشترك في مصطلح الحرب، الحرب على الندرة، الحرب على بعض العلاقات الدبلوماسية، وأيضا قد يكون من ضمن إشارات أو من ضمن الإشارات في بداية انطلاق تبون في نسخته الثانية الحرب على الأحزاب السياسية أيضا. أهلا بكم. أهلا بكم إذن من جديد مشاهدينا. كما قلت، تبون في نسخته الثانية كان من المفروض أن عبد المجيد تبون قضى عهدة ثم أقر أو أراد أن يمر إلى عهدة ثانية، فمن المفروض أن تكون العهدة الثانية عهدة مدروسة، عهدة يعني لم تكن على عجل، مدام الرجل قعد عهدة كاملة وكان يخطط باش يستمر، فالمفروض أن الأمور واضحة ليه بالنسبة للخيارات السياسية الاقتصادية والدبلوماسية. لكن لا يبدو هذا سمة من سمات تبون في نسخته الثانية. الجميع قال الرئيس تبون قدم الانتخابات، الحكومة ستستمر بعد الانتخابات لأنه في برامج تطبق، لكن في بعض الأحداث تجعلنا نتساءل، هل الرئيس تبون في نسخته الثانية عارف البرامج الحقيقية التي على أساسها تقدم وترشح أمام الشعب، أم أن القضية يعني يكتنفها جزء من العبث وجزء ربما من المغامرة ومن الحركات البهلوانية سواء سياسيا أو دبلوماسيا؟ راح نبدأ معكم اليوم من واحد الموضوع اللي كان في مجلس الوزراء وحظي بتغطية إعلامية، وهو قضية أن رئيس الجمهورية يحذر من اختلاق الندرة في الأسواق. يعني في بيان مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء كانت نقطة من النقاط الأساسية أن الرئيس تبون يحذر من اختلاق الندرة. الندرة يعني أن السلع تصبح غير متوفرة في الجزائر، وكما تشوفوا هذا في وكالة الأنباء تقول: حذر رئيس الجمهورية خلال ترأسه الأحد اجتماع لمجلس الوزراء من اختلاق الندرة في آمرا بسحب التراخيص والسجلات التجارية الخاصة بالمستوردين الذين يثبت تورطهم في ذلك. يعني ستبول في نسخته الثانية بادي في حرب مع بين قوسين المستوردين. نشوفوا أيضا جريدة الشعب تحدثت عن الموضوع: توجيهات رئيس الجمهورية ستسمح بتفادي الندرة في السوق الوطنية. مش عارف هل الندرة مع بداية العهدة شيء منطقي، شيء معقول؟ عندنا الرئيس تبون في نسخته الأولى قالوا لنا، وهو قال والأحزاب اللي معاه قالوا، باللي حقق 54 تعهد، دار إنجازات اقتصادية، دار إنجازات فلاحية، رفع الدخل الوطني الخام، رفع الإنتاج الفلاحي، رفع الإنتاج الصناعي، يعني هذا الكل الكلام سمعناه في الحملة الانتخابية. فمن الغريب أنه أول اجتماع مجلس الوزراء يتم فيه الهجوم بهذا الشكل على بين قوسين المستوردين، وتهديدهم بسحب الرخصة الاستيراد، وأنه فيه عمليات وفيه لوبيات تتحدث عن أو تريد أن تخلق الندرة. أيضا هذا الموضوع باش نشوفوا الطريقة التي سوق بها، سنعرض عليكم مقتطفات مما عرضه الإعلام المحلي، الإعلام سواء الرسمي أو الخاص، كيف تكلم على هذه النقطة وكأنك أنت بادي في حرب مع متعاملين اقتصاديين. كيف بدأت ولماذا؟ الله أعلم، لكن نشوف كيف تم تناول جزء منها في بعض المحطات الإعلامية في الجزائر. لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها ومحاربة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة
بهذه اللغة وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة في أول مجلس وزاري لعهدته الثانية. تنظيم التجارة الخارجية بما فيها عملية التصدير التي تتطلب دراسة جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، وحتى لا يتحول التصدير إلى نقمة مصدر لخلق الندرة في الجزء. عرض في قطاع الري والتجارة الخارجية، حيث شدد مرة أخرى على الحكومة بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، وأمر السيد رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية. كانت هو في هذا الموضوع يجب التوقف عند نقاط مهمة. قال فيه ناس ولوبيات تريد ابتزاز الدولة، يعني أنت تتحدث هنا على بداية عهدة وتشير إلى أنه عندك عصابة تريد أن تحاربها. منين جت هذه العصابة وأنت 5 سنوات أنت متحكم في الاقتصاد وعندك وزير تجارة ومستشار عندك في الرئاسة وغلقت الاستيراد بالطريقة التي تريد؟ ثم الحديث على الندرة، كان يتحدث على الندرة، هل يسببها المستورد أم يسببها المصدر؟ في العادة الندرة تكون أنه فيه سلع في الجزائر مثلا تنتج محليا، ثم أن المنتجين والمصنعين يصدروا كميات كبيرة خارج البلد لدواعي تجارية لأنه فيها أرباح وما إلى ذلك، وبالتالي تلك السلعة تكون ناقصة في البلاد. هذه واحدة. هل نحن في هذه الحالة؟ يعني هل الجزائر يعني عندها إنتاج كبير من مجموعة من المواد بحيث أن سلعها تصدر في الخارج والمواطن ما يلقاش السلعة في الجزائر؟ الله أعلم. احنا عندنا الرئيس تبون في نسخته الأولى قال لك نشجعوا المصنعين باش يصدروا ونشجعوا الفلاحين باش يصدروا لأنه ندخلوا عملة صعبة وحابين نوصلوا ل 27 مليار دولار خارج المحروقات. فشوية غريبة أنك من جهة عندك أرقام طموحة في التصدير، من جهة تقول أنه فيه لوبيات استيراد وتصدير يريدون ابتزاز الدولة وأنت ستعمل على محاربتهم لأنه هذا يسبب الندرة. يعني بين ليلة وضحاها أنت كملت عهدة كله تمام أمور لباس، بديت العهدة تاعك بمحاربة المتعاملين الاقتصاديين. الشعب الجزائري في العهدة الأولى يعرف بأن الرئيس تبون هو الذي أصدر أو قام بقضية رخص الاستيراد وأدى ذلك إلى نقص كثير من المواد التي عجز أو منع المستوردون من استيرادها بحجة إخراج العملة الصعبة يضر البلاد. شوفوا يا جماعة، كان نقطة يجب أن نتفق عليها دائما، باللي في العملية السياسية اللي يقودها الرئيس تبون في نسخته الأولى ولا نسخته الثانية في المجالات الكل عندهم يعني القفز بالزانة، مش حتى القفز العادي، على المسؤوليات اللي تسبب في الفوضى تاع الاستيراد سواء بالنقصان أو بالزيادة. هو الرئيس تبون في نسخته الأولى هو اللي قال احنا لازم نخبيه العملة الصعبة لانه كنا رايحين للبريكس، ما لازمش ننساه. هو الذي ادى بكثير من المتعاملين الاقتصاديين انهم يتوقفوا لانه ما فيش مواد اولية تدخل. ثم بين ليلة ونهار يجي يدير بيان يقول لك في ناس يريدون ابتزاز الدولة من اجل ماذا؟ ربما نقدروا نفهموها بالنسبة للمصدرين، إذا كان عندهم إنتاجهم هم الخاص ويريدون تصديره إلى الخارج وعنده إنتاج يبيعه في الخارج ويجيبه بالعملة الصعبة المفروض شيء عادي. هل يبتزوك عملية التصدير بكميات كبيرة تخلي المواطن ما يلقاش السلعة؟ ما نش عارفين ما هي السلع الهامة من حيث الكمية والنوعية اللي باش مجلس الوزراء يتكلم عليها. أو الجزء الثاني أن المستوردين ربما ما همش حابين يستوردوا وانت لقيت ان السوق فيها ندرة وما فيش مستورد ما يحبش يستورد اذا كانت الاجراءات عادية، او ربما انت حبيت تمشيها بطريقة سوق الفلاح انه لازم تستوردوا السلعة الف وباء وجيم فقط ومنعت سلع اخرى. بلك مستوردين رام يقول لك لا، اذا تفتح الاستيراد احنا عندك مجالات لازم تفتحها لنا باش نقدروا نستوردوا كل شيء. لكن المخيف في الموضوع ما هو؟
أنه هذا المشكل نسب إلى ناس حابين يبتزوا الدولة. لما تسمعوا هذه العبارة تعرفوا بلي هذه بين قوسين في السياسة إعلان حرب. هو أعلن حرب على حرب سياسية أو اقتصادية على مجموعة من الناس أو مجموعة من الأفراد اللي المفروض هم متعاملون اقتصاديون. ضيف لها نقطة أخرى، أنك أنت لما تقول بأني سأصدر مرسوما رئاسيا لضبط هذا الموضوع، الكارثة كلها هنا. الاقتصاد لا يسير بمراسم رئاسية ولا بمراسم وزارية. الاقتصاد يمشي بقوانين واضحة ويمشي بسوق قانون العرض والطلب. من رئيس تبون في نسخته الأولى كان من واحدة من النقاط اللي يفتخر بها بين قوسين هو أننا درنا قانون استثمار لا يمكن تغييره مدة 10 سنوات. ثم تجي اليوم تتكلم على الاستيراد والتصدير وأنك ستصدر مرسوما رئاسيا يضبط هذا الموضوع. يعني هذا تخبط اقتصادي، تغير في الرؤية. هل يمكن أن نقبل بأنه لا وزارة الاقتصاد، لا وزارة المالية، ولا وزارة التجارة، ولا وزارة الصناعة، ولا وزارة الفلاح لقات في القوانين الموجودة وفي الترسانة الموجودة طريقة لضبط القضية تاع الاستيراد والتصدير حتى تنتظر أن الرئاسة تدير مرسوم رئاسي ويضبط العملية الاقتصادية؟ أخطر شيء من ملامح بداية العهدة هو أن الرئيس تبون يريد أن يلغي كل المؤسسات الموجودة عمليا، وأن أي مشكلة يبدو أنه هو فسرها بطريقته باللي فيه ناس تريد أن تبتز الدولة وتخلق الندرة. تعرفوا الآن في الجزائر مثلا انتقلنا كما يقولوا المعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي، انتقلنا من المرحلة اللي كان فيه نفخ العجلات ما يسمى بصناعة السيارات مجازا إلى أن العجلات ما كانش، البنو ما كانش. هذه واحدة من الأمثلة اللي يعانيها المواطن في هذه الفترة، حتى أنه بعض سائقي النقل الجماعي عملوا احتجاجات. فأنت كرئيس تأخذ قرارات بخصوص الاستيراد والتصدير لأنك محتاج تضخم الكتلة النقدية بالعملة الصعبة باش تدخل في البريكس. ما مشاتش الأمور في الفترة اللي خذيت انت هذه القرارات، كسرت النسيج الاقتصادي الخاص بطريقة أو بأخرى. في ناس أفلست، في ناس بدلت الكرينو اللي تشتغل فيه. انت لما تبدأ العهدة الثانية تاعك ما تعملش يعني مراجعة حقيقية، لأنه الاقتصاد ما فيش لعب، وإنما تبدأ في الحرب الاقتصادية، توجه سهام إلى مجهولين يريدون ابتزاز الدولة، ثم تقول باللي سيصدر مرسوم رئاسي في المرة القادمة لضبط الموضوع. شكون يصدر المرسوم الرئاسي؟ يعني اللعب في الأمور السياسية بالك جاوزناه، قال الانتخابات لعبت بها أنت كما حبيت في المرادية أنت والمجموعة اللي معك. اليوم تريد أن تصدر مرسوم رئاسي ليضبط عملية اقتصادية بدواعي أنه في جهات تبتز، وإحنا لما نقوله مرسوم رئاسي يعني الطابلة فيها رئيس الجمهورية في نسخته الثانية، وبعلان بعلان في نسخته الثانية، ووزير التجارة السابق والمستشار الاقتصادي سي كمال الرزيق، وهما يخيطوها كما حبوا في قضية الاستيراد والتصدير. هذه معلومة فاتت بطريقة يعني تبدو أنها مش سلسة، وإنما تريد أن تظهر حرص تبون أنه يضبط الاقتصاد. لكن من الناحية العملية هذا واحد من الملامح الخطيرة على مركزة التسيير على مستوى مجموعة في المرادية حتى في القضايا الاقتصادية. وأكثر من هذا، لما جيت تتكلم عن ندرة وكأنك أنت اليوم وليت رئيس، أروحوا نسمعوا الرئيس تبون وش كان يقول في نسخته الأولى على المنتوجات الاقتصادية والأمور اللي موجودة آنذاك في العهدة الأولى، ثم نطرح السؤال العادي، ما الذي تغير؟ أنت يا هذا وين قلت بسم الله في العهدة الثانية؟ نسمع تبون وش كان يقول في العهدة الأولى. أعر أننا ما نشبعت بزاف على الاستقلال الغذائي نتاعنا، ما نشبعت، خصنا برك غير خطوات نديروها ونديروها بيقين، ما نديرهاش مرغم ولا نديرها لأن قالوا لي ديرها، نتيقن وتشوف. إلى ما وصلنا السنة إن شاء الله 2024 2025 باكتفاء ذات
شفتوا جماعة لما كنا نعلقوا حينها كي كان يتكلم تبون، كنا نقولوا جماعة الدولة لا تسير بالمشاعر، راني حاس، راني عندي إحساس، راني شاعر. انتم ما عندكم عبد المجيد تبون في فيفري 2023 يقول عندي إحساس باللي ما زالونا خطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. واش تبدل اليوم؟ تجي تبدا العهده لقيت باللي في عمليه من الندره، في ندره في الجزائر وفي لوبيات تقوم بهذا الموضوع، وانت راح تدير مرسوم رئاسي باش تضبط الموضوع. وانت كنت تقول في فيفري 23 بانه راح نوصلوا للاكتفاء الذاتي، وانه لازم نروحوا لها باراده ماشي نروحوا لها بقوانين ولا نروحوا لها بامور يعني محتمه. انت اليوم تنفي انه فيه أن الخطوات اللي مازالت للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بدليل أنك تكلم على ندرة سببها قلة استيراد، سوء تصدير، ما لاش عارفين، ثم تتجنب حتى أو تعاود ترتد على قضية أن الاقتصاد يتوجه بأمور وقوانين وبإرادة ورؤية، وإنما كسروا لك راسك واش راح تدير مرسوم رئاسي. يا ناس مش سهلة أنك أنت عندك مشكلة اقتصادية وعندك ترسانة من المؤسسات الاقتصادية، والحمد لله الجزائر ما بداتش من اليوم، الجزائر عندها رصيد في تسيير العملية الاقتصادية بسوئه وسلبه وإيجابيته، لكن المؤسسات موجودة. انت حصلت في مشكلة اقتصادية في حالة ندرة، اتهمت لوبيات، هذه هي نظرية المؤامرة. واش راح ندير؟ اغلق كلش، جيب جدها في المرادية، روحوا نقعد مع بعضنا نعملوا مرسوم رئاسي، اللي عجبوا الحال عجبوا، اللي ما عجبوش ما عجبوش. رغم انك انت كرئيس في عهدة كاملة ما عملتش تقييم للأضرار الاقتصادية اللي تسببت فيها قضية الرخص، رخص الاستيراد. لم يكن هناك تحقيق حول ما حدث في قضية رخص الاستيراد في وزارة التجارة، والمشاكل اللي كانت بين وزير التجارة ومستشار رئيس كمال رزيك في تسييرها، لأنه في ناس تأخذ رخصة وناس ما تأخذش رخصة. ثم تجي اليوم تمحي كامل الكلام اللي كنت تقول عليه. لا احنا في النهاية بقوا لنا خطوات للاكتفاء الذاتي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يبتزنا، ولا يمكن لأحد أن يتسبب في الندرة، احنا مكتفين ذاتيا وننتج كل شيء نحتاجه، وبالتالي يعني خصنا شوية كما قال هو. هذا الشيء كامل ولا ماهوش موجود؟ اثنين، الاقتصاد يسير بطريقة يعني مش اشتراكية فقط، وإنما الاشتراكية المماركزة بمرسوم رئاسي، وهذا شيء خطير في الاقتصاد. ومش أنا اللي نقوله برك، المشكلة وين؟ أنه تبون قال هذا الكلام قبل نهاية عهدته. نعود نسمع الرئيس تبون. الصراحة راحة كما يقولوا، وأنا الحمد لله خلقنا ربي صراحة. الوقت الثمانينات والتسعينيات كان وقت نتاع استثمار يعني مركزي نتاع الدولة. اليوم الاتجاه الاقتصادي لورينتاسيون ايكونوميك دو بيي، رانا ماشيين فير اون ايكونومي ليبرال، اون ايكونومي اللي الفرد المستثمر هو اللي يلعب فيها الدور الاساس، الدولة تاخذ الضرائب تاعها، الدولة تتكفل بالامور الاجتماعية وتكفل بالخدمات، لان الخدمات لي سيرفيس ني سون با رونتابل، الالكتريسيتي لو لا سونتي ليدوكاسيون، هادو كاع لا شارج دو ليتا. باقي التنمية يقوم بها الجزائريات والجزائريين في بلادهم، المهم اننا نرخص لهم ونفتح لهم الباب. هذه في جويلية 2024 أياماته يعلن الترشح نتاعو، من يومين ولا ثلاثة قبل يعلن هو نفسه عبد المجيد تبون في نسخته الأولى بأنه الله غالب كانت كاينة واحد الظروف سابقة، أنه كان في اقتصاد ممركز وما إلى ذلك، لكن الصراحة راحة، وإحنا الحمد لله صادقين مع الناس وصادقين مع الشعب الذي انتخب علينا، نقولوا له باللي احنا يرانا متوجهين الى اقتصاد ليبرالي، دور الدولة هو التنظيم او الرقابة، لكن العملية الاقتصادية المستثمرين ربي يعاونهم، وهذا هو اللي يخلق الثروة، مش انا اللي نقول، الرئيس تبون، وهذا هو اللي شجع الاقتصاد.
هذه هي مات قبل ما يترشح. يجي اليوم يقول لك صرالي مشكل وابتزاز من طرف مستوردين ومصدرين، انا ساصدر مرسوما رئاسيا لتسيير العمليه. يدرك فهم روحك، انت ماشي مع الاقتصاد الليبرالي ولا ماشي مع الاقتصاد نص نص، ولا ماشي مع الاقتصاد على طريقه وحقبه الرئيس بومدين. لما نعرض هذه التناقضات تاع الرئيس تبون، يجي سؤال جوهري يا ناس، منصب رئاسه الجمهوريه عنده صلاحيات كبيره، يعني يقدر غدا بمرسوم رئاسي يخلط لها جدها في قضية الاستيراد والتصدير، ثم بعد 6-7 أشهر وبعد عام عامين يكتشفوا باللي كاين مشكل، لن يعترفوا ويعاودوا يستمروا بطريقة واحدة أخرى كما صار في العهدة السابقة. لكن لما تسمع هذا التناقض في التصريحات تتساءل، هذا الصلاحية الكل عند رئيس الجمهورية، هو والمجموعة اللي عنده في المرادية يديروا شي يحبوا، بالدستور عنده صلاحيات كبيرة، هو يتحايل على كل أمور عنده علاقة بالمشورة الفعلية أو بالإشراك الفعلي في التسيير، الحكومة مش سامع، ما هوش سامع بالأحزاب فيها. فلما يؤتى له الحكم بهذا الشكل، لما كنا نقوله يا جماعة الانتخابات لازم تكون حقيقية، لأنه في النهاية خلاص هو لا رئيس، اليوم جاه مشكل دخل فيها ديركت وانتظروا ما سيكون في المرسوم الرئاسي، والقضية من هم المبتزون الله أعلم. والكارثة أكثر من هذا أنه ينقلب بشكل ب 180 درجة على كلام سابق كان يقول فيه، يعني أي خيارات ستسير فيها الجزائر في عهد تبون في نسخته الثانية، هل هي خيارات نفسها تاع العهدة السابقة، هل هي تصحيحات للعهدة السابقة، أم هي خبطة عشواء حسب الأحداث، الله أعلم. لكن هذا مخيف جدا 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 في كونها حدثت مع بداية العهدة. وقبل ما نمر إلى نقطة أخرى عندها علاقة بالجانب السياسي والاقتصادي أيضا، لكن كاين واحد شكوك في هذا السؤال، ما تشوفوش باللي غريب شوية؟ يعني غريب شوية أنه واحدة من أبرز النقاط في أول مجلس الوزراء هي مش محاربة الندرة، وإنما هي محاولة السيطرة على الاستيراد والتصدير، يعني المهاجمة أو مهاجمة المتعاملين الاقتصاديين من رجال أعمال. أليس غريبا أن يكون هذا واحد من أهم النقاط في بداية العهدة تاعه في أول مجلس وزارة؟ نطرح سؤال، هل هذا شيء كان مخطط له في برنامجه؟ هو قال العكس في الحملة الانتخابية وقبلها، وبالتالي لم يكن مخططا. هل هو ردة فعل؟ يعني الأقرب أنه ردة فعل. هل هي ردة فعل على ندرة حدثت في أسبوع بين الانتخابات ومجلس الوزراء الأول؟ ما هو تبون تبون نفسه، بعلام بعلام نفسه، الحكومة نفسها. يعني هل الندرة هذه حدثت في هذا الأسبوع؟ الشعب شحال عنده كثير من الأمور خاصته، بالتالي ما تقدرش تقنع المواطن بأنه بنفس الطاقم الحكومي ونفس الرئيس ونفس محيط الرئيس في أول مجلس وزراء تتحدث على الندرة وهي ليست وليدة اللحظة، والقضية وما فيها عندها علاقة برجال أعمال واستيراد وتصدير. أليس مشروعا أن نطرح السؤال التالي، هل هاتي ردة فعل لرئيس باتجاه وضع اقتصادي، أم هي ردة فعل شخص كان مترشحا وحدثت له مشاكل ربما في قضية تمويل الحملة الانتخابية بطريقة يعني غير معلنة من طرف رجال الأعمال، وأنه رجال الأعمال ما مشاوش معاه بتمويل ربما اللي كان حابه هو أو محيطه، لأنه كان علامة استفهام، وبالتالي بدأ بهم في أول مجلس وزراء. السؤال يبقى مشروع، لأن إقناع الناس بأن الندرة صارت بين ليلة وضحاها وبنفس الطاقم يكون عندك هذا السلوك صعب شوي. على كل هذا واحد من التخبطات الكبيرة في السياسات مع بداية العهدة الثانية، وأهم شيء كاين مشكل نحاربه ديركت. كيفاش نحاربه؟ مرسوم رئاس، يعني مركز العملية عندك. كيفاش؟ من سيتضرر؟ الله أعلم، ربي يستر مع بداية العهدة. واحدة من الحروب أيضا التي سينطلق فيها الرئيس تبون في نسخته الثانية، وهذه الحرب راهي تمرر بواحد الشكل سلس، وهي حاجة عندها علاقة بالأحزاب السياسية.
ورد في خطاب أمس لافتتاح الدورة شيء عنده علاقة ب أو معذرة قبل الأحزاب السياسية في قضية أخطر شوية وهي قضية قانون المالية. لما تكلمنا على الاستيراد والتصدير والمركز تاعو في قضية قانون المالية كان في حديث أمس في مجلس الأمة ملامح، لأنه كما قلنا احنا الرئيس تبون دركا ولا يحتاج مفسري، بكري كاين تفسير طبري وتفسير ابن كثير، درك عندنا تفسيرات ستكتشفون بعض المفسرين معنا، هو يقول حاجة ثم يفسرها. قانون المالية 2025 اللي نفس الحكومة مستمرة بسبب أنه شيء ضروري، نسمعه رئيس مجلس الأمة أعطانا واحد المعطى بدأ بسيطا، بدأ أنه شيء عادي لكن التدقيق فيه سيخيف أكثر ويجعل السؤال حول وضوح الرؤية الاقتصادية بالنسبة لتبون في نسخته الثانية سؤال مهم. يتقدم بها الرئيس أو كل الأولويات اللي مطروحة لازم نوجدها في القانون المالية لسنة 2025 بالأقل في الانطلاقة لتطبيق هذه المواعيد، لتطبيق هذا الشيء اللي أعلن به رئيس الجمهورية، وهي كثيرة. وعلى هذا قانون المالية لسنة 25 سيكون له طابع خاص، طابع سياسي فيه أيضا. يعني جاتكم عادية أنك تسمع باللي فيه قانون مالية يكون عنده طابع سياسي؟ قانون المالية اللي هو بشيء عادي وبسيط هو يعني تحضير أو إيجاد الموارد الكافية لتحقيق البرامج المسطرة وتحقيق الموارد الموجودة. للأسف احنا في الجزائر ما عندناش إيجاد الموارد، لأنه النظام السياسي نظام ريعي وبالتالي توزيعي فقط، يعني يوزع الأموال اللي تجيه من الريع. لما تسمع رئيس مجلس الأمة يقول باللي قانون المالية تاع 2025 هو قانون مالية مهم، يعني توزيع الأغلفة المالية على الوزارات شيء مهم. وش المهم فيه؟ هو أنه قانون مالية سياسي. كيفاش هذه قانون مالية سياسي؟ الإجراءات السياسية هذه حاجة، وقانون المالية كونه شيء اقتصادي حاجة، لكن أنك تقول بأنه أهم شيء فيه هو أنه قانون مالية سياسي، ما تفلسفش عليكم. لقينا واحد من المفسرين، المفسر أبو جرة سلطاني عضو مجلس الأمة لمن لا يعرف، عن الثلث الرئاسي، يعني عينه الرئيس تبون، نسمعه هو شرح لنا هذه القضية قانون المالية السياسي. نسمعه من المفسر هذا لأقوال تبون ونحاول نفهم. بالنسبة للدورة هذه العادية أهم شيء فيها هو قانون المالية. قانون المالية اللي سمعنا السيد رئيس المجلس يقول باللي راح يكون قانون سياسي. معناها قانون سياسي؟ معناها راح ينظر فيه إعادة هيكلة التقسيم الإداري اللي راح توصل ربما الولايات إلى حدود 90 إلى 100 ولاية، ربما تزاد أو تضاف بلديات أخرى، وربما تصبح ديناميكية جديدة للشعب الجزائري أنه يتمتع بتقريب الإدارة من المواطن وبالجبهة الاجتماعية. المسألة الثانية شفتوا يا ناس، لما نقولكم باللي ربي يستر مع بداية العهدة الثانية، قضية الاستيراد وسمعناها، قضية قانون المالية هذا أنه قانون مالية سياسي، سيابو جرى شرحنا. قلت لكم لأن التفسير ينزل، الرئيس يقول حاجة، مجلس الأمة يوضحها، يجوا ناس يفسرون. مثلا من النقاط المهمة وأنه أهم شيء في قانون المالية هو أنه راح تكون فيه ماذا؟ تقسيم إداري جديد. هذا التقسيم الإداري الجديد هو الذي سيتطلب قانون مالية جديد. لماذا؟ لأن التقسيم الإداري الجديد معنى ذلك راح يزيد عدد الولايات، معنى ذلك يزيد عدد مؤسسات الدولة، الولاية والدائرة والبلدية، ويزيد عدد الموظفين، وبالتالي يزيد الإنفاق. وحلها أنت يعني الرئيس تبون هذا الشكل ما كنت تسمعوه تاع أنه قانون المالية يكون قانون مالية سياسي، وسيبو جرى يحاول يشرح هو القضية وما فيها، أن قانون المالية هذا يعني تورط فيه الشعب الجزائري من حيث لا يدري أن سيتبول وهو مترشح أطلق مجموعة من العهود من الوعود،
من بينها الوعد الأساسي الذي يجيده، قلت لكم تبون من رئيس دائرة والي رئيس حكومة رئيس يفهم غير العمليات الإدارية، وبالتالي واحد من أكبر المشاريع ما هو التقسيم الإداري، قسم الولايات، هذا يتطلب إنفاق، وبالتالي وش راح تدير أنت؟ لازمك تجيب أموال، ما عندكش أنت، ما عندك ماكش اقتصاد منتج، وبالتالي لازم تعاود توزع الأموال الريع اللي عندك باش توزعها في إطار الوظيفة العمومي وتزيد نفقات على الدولة بشكل غير منتج. هل أنت تحتاج دراه؟ أربطوا هذه مع محاربة الاستيراد والتصدير، لأنه شفناها في العهدة الأولى أنه تمت القضية من أجل أنه يجمعوا شوية دراهم للبريكس، فنفس المنطق الآن تقريبا محتاج شوية دراهم الحاجة اللي فيها حتى وتكون اقتصادية، استيراد وتصدير أو صناعة وما إلى ذلك، يكون فيها إخراج دراهم نحاولوا نعملوها بطريقة أو بأخرى فيها تكسر رأس، لكن نحاولوا نخليه مبلغ من المال كبير باش يتم به تسيير واحد من الوعود اللي المفروض أن عبد المجيد تبون في نسخته الأولى في عهدة كاملة بنفس الطاقم الحكومي مستمر، والحديث عن التقسيم الإداري هذا عنده سنوات، وبالتالي المفروض الخطة واضحة، لكن أنك أنت بنفس الطاقم الحكومي مستمر ثم تجي في حالة مستعجلة وتعمل مجلس الوزراء وتقول باللي لازم نكيف قانون المالية على جال أنه فيه وعود أطلقتها أنا في العهدة أو في الحملة الانتخابية. أهم سؤال، هذا الرئيس اللي حكم الجزائر عهدة كاملة ما يعرفش، ما عندوش معطيات، أو لما يأخذ قرار المفروض يكون موجد له الأرضية بما فيه قانون المالية بما فيه الموارد والنفقات، لكن يبدو أن وعود الرئيس في الحملة الانتخابية فاجأت أصلا الطاقم الحكومي. ما تنسوش باللي في المجلس الوزراء الأول هذا، لأنه قانون المالية يبدأ الاشتغال عليه منذ جويلية، وبالتالي قال لهم يا جماعة ما تنسوش راني وعدت الجزائريين بتقسيم إداري، وبالتالي لازم يكون فيه إدراج هذه النقطة ورصد المال الكافي لها. هذا تخطيط ولا عبث خير انتوما، لكن قضية أنه لما نقول لكم منصب رئيس خطير يعني مشكلة اقتصادية يحلها بمرسوم، يقرر هو تقسيم إداري بطريقة معينة ومن بعد يكتشف باللي لازم له أموال كبيرة، روحوا الآن حولوا كاع قانون المالية، دبروا رأسكم منين تجيبوا الأموال، دبروا رأسكم القطاعات اللي تقتطعوا منها المبالغ المالية من الميزانية باش تحققوا الهدف اللي قال عليه الرئيس تبون في نسخته الأولى هو مترشح، واللي كانوا أنصاره يقولوا الرئيس وفهمه ودرس الموضوع، ظهر ما وش درسه، وهذه مش تهمة يعني يتهموها يتهم بها من طرف الناس اللي مش مع الرئيس تبون. هو تبون نفسه في العهدة الأولى في نسخته الأولى كان عنده مشكل، وهو مشكل الإحصائيات والأرقام، وأن هذا المشكل هو اعترف به، فكيفاش أنت ماشي في قرارات وما عندكش إحصائيات وأرقام، واليوم تورط الناس في قانون المالية السياسي. نسمعوا الرئيس تبون لما مرة على مرة يكون في حاله يعني ويمد معلومة تخلينا نفهم الواقع الحقيقي اللي كان يسير به العهدة الخامس. نسمعوا الرئيس تبون يتحدث عن قضية القرار الاقتصادي والإحصائيات. حتى بالنسبة اللحوم ولا الحليب، الحليب ما عندناش الرقم الحقيقي نتاع الاستهلاك، أنا فيه كثير أنواع ثلاثة ولا أربعة نتاع حليب، فيها نوع مدعم، احنا نركزوا غير النوع المدعم، مش بعض الحين حتى النوع المدعم ما راهش يمشي للمواطن، راح يستعمل إلى في أمور أخرى، إذن الأرقام تاعنا ما هي صحيحة. الدولة اللي تحب تسترجع قوتها اقتصادية والفلاحية بالأخص لازم تمشي بأرقام صحيحة، حتى لازم تمشي بأرقام صحيحة. تبون في حاله كي كان تقريب تخلص العهدة حتى في اللحوم والبيض والأمور هذه قالك ما عندناش إحصائيات ولازم باش يكون القرار سليم وما إلى ذلك، وبالتالي لازم تكون عندنا إحصائيات دقيقة. ظهر بأنه بدأ العهدة تاعو حتى الوعود اللي وعد بها في الحملة الانتخابية لم تكن مبنية على إحصائيات، وبالتالي سجلوا الآن مع بداية العهدة بأنه
بدأ حرب بين قوسين على المتعاملين الاقتصاديين، وسيمركز التسيير الاقتصادي أكثر وأكثر بمراسم رئاسية، وهذا شيء خطير بالرغم من أن القانون يجيز له مراسم رئاسية، لكن استعمالها مع بداية العهدة في الجانب الاقتصادي خطير. اثنين، قانون المالية فاتوا وصفوه بأنه قانون مالية سياسي، واحد ما يهدر مع الرئيس، الرئيس عنده وعود غدا لما يصدر قانون المالية، وتلقاو بلي تم نقصوا من ميزانية وزارة الصحة مثلا، نقصوا من ميزانية وزارات أخرى مثلا من أجل إنجاح قضية التقسيم الإداري، واحد ما يهدر، الناس قاعد تقول درك القانون قانون سياسي، وكيف ألا نحقق وعود الرئيس؟ رغم أن السؤال الأساسي يا سي تبون في عهدتك الأولى وانت ماشي للعهدة الثانية المفروض أن وعودك مبنية على إحصائيات وعلى معطيات اللي انت كنت تعاني منها. فهذا القفز يعني انت الآن في حرب أخرى، حرب على قانون المالية. قانون المالية الآن خرجوه مع بداية العهدة من النقاش الاقتصادي. أنا لما نقول لكم التصريحات هذه خطيرة خطيرة، لما تسمع بأنه خلاص الناس الكل ولا تقول بأن قانون المالية سيكون سياسي بامتياز، يعني بعدنا من النقاش الاقتصادي، ما تناقشوناش في قضية هل ميزانية التجهيز أكبر أم ميزانية التسيير أكبر، هل الميزانية المرصودة بشكل كبير وإذا كانت وراح تكون في جانب التسيير وبالتالي هذا يخلق تضخم ويأثر على الاستثمار لأنه ميزانية التجهيز تكون قليلة، فواحد ما يقدر يناقش على ذاك. يخي قلنا لكم باللي قانون المالية يكون سياسي. في الرئيس تبون بادي في النسخة الثانية الحاجة اللي تقلقوا يمركزها يعملها كما يحب، راح تناقشوني في الاستيراد والتصدير نعمل مرسوم، راح تناقشوني في قانون المالية وما إلى ذلك وهل القطاعات راح تحقق فيها يعني توازن كما كنت أعد بصفة عامة، لا أنا في رأسي الآن ندير تقسيم إداري. هذا التقسيم الإداري علاش يحبوه الرئيس تبون في نسخته الثانية؟ لأنه هذا التقسيم الإداري يؤدي إلى أولا شوية حركية شكلية، ولايات وكذا والناس تفرح بأنه ولات عندها ولاية جديدة. ثنين، تقسيم الإداري يؤدي إلى زيادة عدد الولايات ومنه يصبح البرلمان غير تمثيلي، فبعد ذلك يحال البرلمان ويعمل انتخابات تشريعية، يعني نفس الفيلم اللي شفته في العهدة الأولى. الرئيس يريد أن يشغل نفسه والمواطنين بمشاريع ليست ذات جدوى حقيقية وإنما تستهلك المال العام وتربحوا شوية وقت. يعني ديروا في بالكم بين التقسيم الإداري وبين الانتخابات التشريعية واللي يجيب بها شوية أحزاب وما إلى ذلك، يعني راح يدي فيها واحد العام ونص عامين، هكذا الأجندة تاع الرئيس تبون، ولا واحد يسقسيه كيفاش راح تتصرف في المال العام. إخي قانون المالية راح يكون سياسي. اثنين، هذو المتعاملين الاقتصاديين كي يصدر المرسوم الرئاسي كل واحد يشد سابعه، تروح تهضر مع الوزارة يقول لك لا احنا صح يعني القرار ربما خاطئ لكنه جاي من فوق. فللأسف هذه مؤشرات على أنه ما فيش وضوح. أنصار رئيس كان يقول عنده برنامج ويجب أن يستمر لإكماله، لكن هذه الشواهد تبين باللي أن الأمور خبطة عشوة. وأيضا مع بداية العهدة الثانية أو الرئيس في نسخته الثانية، ما عرفنا إلا كش ما حاجة ضربة زلزال سياسي ضرب في المرادية، الرئيس ما هوش نفسه الرئيس، ما نش عارفين، لكن أيضا دخل في حرب دبلوماسية. جريدة الخبر، وكان الموضوع قد ناقشه الزملاء بشكل مستفيض، جريدة الخبر طلعت علينا بأن سفير الإمارات في الجزائر شخص غير مرغوب فيه وأنه يقف وراء تخريب العلاقات بين البلدين وتسميمها. أنا مش راح نغوص في التفاصيل، لكن احنا مع نهاية الانتخابات الرئاسية وورود كثير من التهاني، قالوا لنا باللي الجزائر أصبح صوتها مسموعا، قالوا لنا باللي أنه الرئيس تبون حقق يعني شبه إجماع بين رؤساء الدول وأن العلاقات جيدة، حتى مع الإمارات كان في تهاني متبادلة ووعود باقتراب لقاء مرتقب بين الرجلين. لكن اليوم هكذا جات، أصبح سفير الإمارات في الجزائر غير مرغوب فيه، ثم بحجة أنه يخرب العلاقة بين البلدين.
يعني نحن نعلق تعليقات بسيطة على الموضوع، لا أريد أن أستفيض فيه. يعني أنت كإعلام، ونعرف أنه الصفحة الأولى وخاصة بالنسبة لجريدة مثل جريدة الخبر، يعني يا سي جلال بوعاتي والمجموعة يا فلك المرادية، لما أنت تجيب الحجة بأن هذا السفير يخرب العلاقة بين البلدين، ما هذا السفير درته الدولة تاعه؟ إذا عندك مشكلة معاه كلم الدولة وقال غيروا السفير، ويجي يسلم يدير زيارة وداع للرئيس تبول ويروح وتغيروا وما إلى ذلك، إذا كان الهدف هو يعني تنحية الشخص وإبقاء العلاقة جيدة بين الدولتين. لكن يبدو أنه لا، احنا الدبلوماسية لازم نبدأ في الموال الجديد مع تبون في نسخته الثانية، حكاية اللي تمسني نمسك، حكاية أننا مهددين، لأن هذوك الكلام الكبير اللي كانوا يقولوه في الحملة الانتخابية وكاين تهديد وكاين وكاين وكاين، ظهر بأنه في النهاية فزاع. فلازم باش الناس ما ينساوش، لازم يكون مثل هكذا خلق مشاكل. هل استفاد تبون من تسيره للأزمات الدبلوماسية في العهدة الأولى؟ الله أعلم. لماذا يتكلف جزء من الإعلام بهذا التسخين في العلاقات بين الجزائر والإمارات؟ الله أعلم. هل في رؤية دبلوماسية؟ ما نظنش، كما كان تخبط اقتصادي وتخبط في قانون المالية حتى في المجال الدبلوماسي بادين تبون في نسخته الثانية، والله يستر. اليوم الإمارات، وأيضا أعتقد أنه جريدة الوطن كانت تكلمت على موضوع عنده علاقة بالسفير الفرنسي السابق كزافيي دغيونكور، وتقول في موضوع مستفيض أنه فيها علاقة بالفساد وما إلى ذلك، وهو السفير الفرنسي السابق والمعروف بأنه عنده معطيات على الجزائر وتعاملوا معه في السلطة في الجزائر في الفترات اللي كان فيها، كان موجود في وقت الحراك. أنا اللي ربما نتوقف عنده هو أنه مرات التناقضات اللي موجودة في سلوك الرئيس تبون هي اللي تخلينا نشك في وضوح الرؤية وتخلينا نخاف على الجزائر. لأنك أنت لما تشوف الإعلام يتعامل بهذا الشكل، ونعرفه بلي هو مسير من طرف محيط الرئيس ومن طرف مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، تتسأل تقول المفروض إذا في مشاكل مع الدول لا تحل في الإعلام، حلها بطريقة معينة. احنا الآن السفير الجزائري لما سحبوا تبون وكان زعفان من فرنسا، الآن رام يحلوا فيها بسنانهم كيف يتم إرجاعه. في نفس الوقت يجب أن يظهر بأنه فيه تهديد وأنه في يعني الدول خايفة من أنه تبون يعمل معجزة في الجزائر، وبالتالي هو لازم يبادر ويهاجم ويبادر بحرب دبلوماسية. والمشكل أنه هو كان يرفض هذا. نسمع تبون مرة لما علق على المشاكل الدبلوماسية والإعلام، وشوفوا الطريقة والمضمون اللي تكلم به، ثم نعود نطرح السؤال من الأسئلة الجوهرية. ترجحون سيد رئيس تصريحات ماكرون؟ avant d'arriver à président Macron, نقول لك en ce qui concerne le ministère de l'intérieur français, c'est un gros mensonge. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays, même si tu as un problème avec lui. Je vais pas pérorer dans un journal pour le populisme et pour la campagne électorale. Il n'y a jamais eu 7000. C'est faux, complètement faux. انتم متاكدين بلي عندنا تبون واحد؟ انا بديت نشك، او ربما اصبت بمتلازمه، لانه اشتغلنا في فتره خارج الصندوق في البدايه على برنامجه وعلى ادائه، فبديت نشك بانه ما عندناش تبون واحد. تبون نفسه في نسخته السابقه كان يقول بأنه صح في مشاكل بيننا وبين فرنسا، لكن هذه الأمور لا تحل على صفحات الجرائد، هذه الأمور فيها أساليب للحل. ثم بين عشية وضحاها بداية العهدة، يعني هذا وين قال بسم الله في العهدة الثانية، تبدأ تلقى موضوع ضد الإمارات، موضوع ضد فرنسا، مش عارف يعني هل خيارات تبون متناسقة؟ هل عندنا رئيس واحد؟ الله أعلم. يعني السؤال يحتاج أنه نسأله باش نخافه ولا نستشعره ماذا سيحدث في العهدة، قرار ضد قرار، رؤية وعدم رؤية. يعني اقتصاديا تلفت لك، ودبلوماسيا بادي العهدة بهذه الصراعات، وخاصة الإعلام، أنت نفسك كنت تقول أن الأمر لا يجب أن يحل إعلاميا،
ناهيك على أنه هو قال عندنا نص قانوني يقول أعطيني النص القانوني حنا المادة 48 يعاقب بغرامة من 100,000 دينار إلى 500,000 دينار على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام تجاه قادة الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية. دوك عندنا حاجة من الزوج، يا يعني نخدموا بالقوانين يا ما نكتبوهمش. الآن قبل أيام كان فصل الزملاء في الحصة السابقة أنه كان في جريدة تكلمت معلومات وبالتالي تم غلقها وسيل عقاب أصبح أسد وبدأ الإجراءات يعني وكانوا إجراءات عزل الملك. وعندك نص قانوني يقول بأن المساس بقادة الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجمهورية وكل إهانة تصدر يعاقب عليها القانون. تبون نفسه يرفض، مش عارف شكون فيهم تبون، لكن تبون هذاك اللي شفتوه اللي كان يرفض، يرفض الحلول، حلول مشاكل الدبلوماسية أو تصدير المشاكل الدبلوماسية على صفحات الجرائد. فالآن إذا كان النص القانوني لا يطبق، إذا كان جريدة مثل الخبر وجرائد أخرى لا يطبق عليها القانون أو هي لا تكترث للقانون، وإذا كان تبون نفسه كان يقول في لحظة من لحظات الأزمات بأن الأزمات الدبلوماسية لا تحل على صفحات الجرائد، اربط بأسهم وأجب هل عندنا تبون واحد ولا لا. لأنه يا ناس رأوا في مخيال المواطن المشكلة لما نقولوا بين تبون والإمارات أنه مشكلة شخصية، أو تبون وفرنسا تولي مشكلة شخصية لأنه يتصرف بهذه الطريقة هو والإعلام اللي معاه، يتكلم مرة بشكل ويغير بطريقة أخرى، مرة ماكرون صديقه مرة ضده، مرة الإمارات ما يصلحوش مرة أصدقاء. هذه مصلحة الدولة ما هيش لعب. أعطيت لك الحكم لنسخة ثانية بكل الصلاحيات اللي موجودة ثم تتعامل حتى في الشق الدبلوماسي بحروب دونكيشوتية لا تراعي لا القانون ولا بعض الأمور كنت تقولها، ثم ترهن مصير الجزائر وعلاقتها بسلوك شخصي. يعني يا ناس ابدأوا تقيسوا، يعني هذا راه تقريبا ينطبق عليه ما ينطبق على عثمان العليوات لما قال لهم نقبض 20. الاقتصاد دير له مرسوم، قالوا المالية واحد ما يهدر معك، الدبلوماسية نهار تزعف تحرك الإعلام وتضرب العرض عرض الحائط بالقانون، نهار تكون مليح يولي ماكرون صديقك وحبيبك ويولي دول الخليج هم سندك. أناس ارتهنت الجزائر في سلوك رجل أو رجلين مش عارف، أنا بديت الشك بلي كاين أكثر من تبون والله أعلم. مواصلة لهذه الحروب اللي راهو يدير فيها تبون مع بداية العهدة والتي تم تمريرها بشكل هادئ لأنه الإعلام متحكم فيه، واحد من الحروب التي ستنطلق وكنت قد أخطأت في ترتيبها قبل قليل وهو حربه على الأحزاب السياسية يعني على الديمقراطية. نسمع سيغوجيل لما تكلم على واحد من المشاريع المهمة اللي راح تبدأ في بداية تبون في نسخته الثانية. هذا طبعا فيه إجراءات كثيرة لرائجية وبصفة خاصة في تغيير القوانين الجمعيات قانون الأحزاب باش يعطي الواحد المفهوم الحقيقي للديمقراطية. في قانون الأحزاب حزب يمارس السياسة وله برنامج، لو الحزب ما يطبقش الديمقراطية في داخل حزب بتاعه ما يكونش أهل للديمقراطية. يبدأ الواحد بالنظام بتاعه في داخل حزب بتاعه يعطي المفهوم حقيقة للممارسة الديمقراطية باش لما يدخل في الميدان السياسي ويدخل في الطريق للديمقراطية الحقيقية يكون الفهم حقيقي للديمقراطية. قلت لكم لما تسمعوا كلام شوية معسول تسمعوا مصطلحات هكذا تبدو جميلة، شكون ما يتفقش مع سيغوجيل لما يقول بأنه الأحزاب التي تريد أن تدخل، يعني ما قالش تنافس على الحكم، تدخل في العملية السياسية. سيغوجيل والمجموعة الحاكمة ما زال يشوفوا بلي الأحزاب غير مؤهلة للحكم وإنما تدخل تدرب شوية في العمل السياسي، لكن لازم يكون الحزب ديمقراطي في الداخل ثم بعد ذلك يطالب بالديمقراطية.
كلام جميل، لكن لما تسمعوا بأنه هو واحد من المشاريع القوانين التي ستكون ضمن الدورة الأولى وهي مراجعة قانون الأحزاب دون نقاش حقيقي مع الأحزاب، فمعنى ذلك أن عبد المجيد تبون في نسخته الثانية راه بدأ في وحدة التضخم، تضخم الأنا ولا تضخم الحكم، يعني هو فاهم باللي خلاص عنده عهدة ثانية يسير لك أي مشكلة في الاقتصاد يسيرها بمراسم رئاسية. في السياسة عنده أحزاب سياسية، هو الآن سيحاول تمرير قانون يصفي به الساحة السياسية كما طلعت له. في أحزاب سياسية ما دخلتش في الانتخابات، في أحزاب سياسية ما مشاتش معاه، وبين قوسين مشروع قانون الأحزاب كان ممكن أن يصدر قبل نهاية العهدة الأولى، لكن أجله تبون لأنه استعمله كورقة، ورقة ضغط على مجموعة أو ورقة مساومة مع الأحزاب لسنداته، لأنه ولا واحد عارف ماذا سيصدر في القانون، كيف سيتم تصفية الأحزاب السياسية. لكن الخطير في الموضوع هو أنه حتى الساحة السياسية والأحزاب السياسية اللي راح يتحكم في المشهد واللي راح يصدر قانون على مقاسه هو تبون نفسه، لأنه في تفصيل بسيط في معني معلومة للتاريخ، في مرة لما عدلوا القانون في قضية التوقيعات في الانتخابات أن الحزب لازم يكون عنده عدد من النواب إذا كان متحصل عليهم أو عدد من المنتخبين المحليين فما يجمعش توقيعات وبالتالي يعمل قوائم وحظوظه في البرلمان تزيد، كان القانون الذي صدر هو أنه أقل عدد في المنتخبين المحليين لازم يكونوا عندك 10 منتخبين محليين. فتعرفوا التساؤل دائما أو الشك يخليك توصل إلى معلومة، فكان السؤال لي علاش 10، علاش مش 20 منتخب، علاش؟ فكان الجواب يعني مؤسف ويبين لك كيف ستكون العملية فيما بعد بخصوص الأحزاب. فكان اللي كان أنا ذاك رئيس الحكومة أحمد يحيى سأل المسؤول الحزب نتاعو قال له أقل نواب محليين عند المنتخبين محليين عندنا في أي بلدية، فسمى له البلدية على المستوى الوطني، قال له شحال عندنا فيها المنتخب، قال له 11 منتخب، قال له ما لا حطوا في القانون 10، وقيسوا عليها في تصفية الأحزاب السياسية بقانون يدعون بأنه يعني نصير للديمقراطية. ففي النهاية المشهد باين، بداية عهدة، تمرير عبارات كبيرة ولا واحد يناقشها، مرسوم رئاسي للتحكم في التصدير، قانون مالية سياسي، دبلوماسية متحكم فيها وفي صراع على الإعلام ولا واحد يسأل، قانون أحزاب، ورشات أرقام، ثم الذي سيكون بعد ذلك الله يستر. لكن احنا نكون شوية عادلين، الرئيس تبون خلاص الآن عنده عهدة ثانية وعنده محيطه، وشفنا اليوم برز معنا واحد من المفسرين لما سيقوم به تبون اللي هو أبو جرة سلطاني عضو الثلث الرئاسي، فحبينا نختمه به اليوم. يعني احنا كل مرة ننتقده برك تبون خلاص راح يحكم كلش، لكن نعود إلى أبو جرة سلطاني ثم ستعرفون لماذا عدنا إلى أبو جرة سلطاني. أبو جرة سلطاني الذي فسر لنا ضخامة المشاريع اللي راح يقوم بها تبون، نذكركم بالمنطق اللي يمشي به أبو جرة السلطاني وشكل كبير من الآن راح يبانوا في المشهد السياسي من أنصار الرئيس تبون. كانت واحدة الحادثة بالنسبة لأبو جرة السلطاني هو أنه لما تم تنحية وزير السياحة مسعود بالعقونة نذاك تنحيته في فترة، ثم حطوه في حكومة وبعد ذلك نحاوه في فترة قصيرة يعني تقريبا ساعة ولا حدث التغيير. راح نسمع أبو جرة السلطاني تعليقه على الخبر الأول اللي ما كانش صحيح 100%، هو أن الحكومة نذاك والرئيس أنذاك عبد العزيز بوتفليقة عاود نصب مسعود بالعقون وزيرا للسياح. نسمع أبو جرة السلطاني وش علق، ما تعرفوا علاش رجعنا لي. سوف تعطي للرجل فرصة أن يبين لنا كجزائريين مدى قدراته وكفاءته في إدارة
شؤون وزارة السياحة والصناعة التقليدية، خاصة ونحن ما زلنا نعيش يعني الفترة أو الفترة السياحية التي سوف يحتاج فيها إلى أن يظهر قدراته. أنا لا أراهن كثيرا على ما قيل في وسائل الإعلام والصحافة لأن بعضها يتناقل عن بعض، ولكن أنظر إلى الإجراء الرسمي. الإجراء الرسمي أن السيد مسعود بن العقون الذي أثيرت حوله شبهات كثيرة تم تعيينه اليوم على نفس الوزارة التي تم إبعاده منها كاعتراف بالخطأ الذي ينبغي أن يصحح قبل فوات الأوان. المفسر السياسي أبو جار السلطاني في هذه الحادثة لما رجعوه قال لك يعني عبد العزيز بوتفليقة عنده الحق، ولما رجعوا فهذا اعتراف بأنه كفاءة وما إلى ذلك، وهو في المكالمة نفسها مع هاته القناة في نفس الوقت، لأنه الفيديو شوية طويل، في نفس الوقت ورد خبر من وكالة الأنباء بأنه لن يكون وزيرا للسياح، وبالتالي أسقطت القضية ما ولاش وزير السياح. نسمع ردة فعل أبو جار السلطاني في نفس التوقيت لما تقلبت الآية، كيفاش قلب التفسير؟ ماذا يحدث يعني تحديدا سيد أبو جار؟ نحن كنا نجيب عن أسئلة متعلقة بما نشر، يعني لما نشر أن الحكومة أو أن الرئاسة عادت الاعتبار للسيد بلعقون علقنا على هذه. أما إذا حصل أن البيان الرسمي للرئاسة أبقت على السيد مرمودي فيتغير الكلام طبقا للمعطيات المقدمة بين أيدينا. أنت تطرح لي سؤال على بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يعين السيد بلعقون مسعود وزيرا، والآن البيان يعني يصحح الخطأ ويقول بأنه بلعقون. هذه السياسة، نحار الرئيس عنده الحق، رجعوا الرئيس عنده الحق، هذا هو المنطق اللي يمشي بها أبو جار السلطاني وناس كثر يعني. وهو اللي خلاه قبل قليل يقول لنا بأن قانون المالية سيكون السياسي راح يفسر فيه ويقرب الإدارة من المواطن وما إلى ذلك، رغم أنه الرقم لا تحل المشكل يعني. لكن معلش، هذا البروفيل تاع الساسة اللي محيطين بمن يحكم، إلى دارها كحلة يقولوا له عندك الحق، إلى دارها بيضاء يقولوا له عندك الحق، هذو هما الذين سيدعمون الأخطاء السياسية يعني. بهذا المنطق كاين واحد راح يجي الرئيس تبون من محيطه او من الثلث الرئاسي في الـ في الـ في المجلس الامه، يقول له لا يا سيدي الرئيس، كيف مرسوم رئاسي نسيروا به الاقتصاد، كيف قانون المالي نبزعوا فيه الاموال، يعني هل يعقل؟ مش معقول. مادام سمعت مثال بانه ما يقوم به الرئيس هو الصحيح حتى وان كان عكسي، احنا هدفنا من عرض ما قاله ابو جار السلطاني مش شخصي، مش على أبو جار السلطاني كشخص، إنه هو نموذج من النماذج المنتشرة والتي تبوأ مناصبا. ولكن لأننا مع بداية النسخة الثانية لعبد المجيد تبون، ولأنه بادي حروب دونكيشوتية على الاقتصاد والأحزاب والسياسة والدبلوماسية، وبادي أنا وحدي نضوي البلاد وواحد ما يسقسيه، ولا أحد سيتجرع الحديث عن ما سيقوم به، كيف سيكون مصير الجزائر من خلال رئيس في نسخة ثانية يتضح بلي ما كانش مخطط لها من حيث البرامج، راهو زاد مبرك على بالنا بلي احنا كمنتقدين له لن يسمع منا النصيحة. لذلك أردنا أن نختم بنصيحة كان قد نصحه إياها المفسر أبو جار السلطاني طبعا في واحدة من مراحل اللي تم إقالة تبون فيها آنذاك، وأعتقد بأنها تصلح لأن ينصحه بها مرة ثانية مع بداية النسخة الثانية لتبون. نسمع واحدة من أنفس النصائح التي ضمنها تصريح من تصريحات أبو جار السلطاني لعبد المجيد تبون لما كان رئيسا للحكومة. وهو ذهاب السيد تبون بهذه السرعة لا يمكن قراءته قراءة سطحية يعني متداولة منذ أسبوع أو أقل بين وسائل الإعلام والصحافة. يعني تقديري الخاص أن السرعة الكبيرة التي بدأ بها السيد تبون يعني مساره السياسي ومساره التنفيذي
قد عجل بذهابه، لأن الوضع الذي جاء به وضعا حساسا ولا يتحمل اتخاذ قرارات كثيرة وكثيفة، ساهمت نوعا ما في توطير الجبهة الاجتماعية، وساهمت كذلك في خلخلة السلم الاجتماعي. يعني هو ربما تكون هذه النصيحة لا تزال صالحة من حيث الزمن ومن حيث بداية تبون في نسخته الثانية. يبقى السؤال، هل هناك تبون واحد أم أكثر من تبون؟ وماذا سيكون مصير الجزائر في نسخة تبون الثانية مع هذا الغموض في المشاريع وهذه المركزية والتفرد في التسيير؟ لكن كما قال سي أبو جرة السلطاني ذات يوم، السرعة قد تكون سببا من الأسباب التي تعجل برحيل أي مسؤول. تصبحون على غد أفضل.